سلام خاطب قضايا بتاعت نغب وجو يستوزروا في السلطة لمصالح شخصية لحاجاتهم الذاتية وقاعدين وفي دارفور ما حصل كأنه ما حصل أي سلام بل الوضع ازداد سوء في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق. الإشكالات اللي بتحصل في دارفور وفي مناطق الصراع كلها عبارة عن تمصهرات لمشكلة جذرية موجودة في الدولة السودانية. المستعمر وضع بعض الأشياء عشان يعمل كنترول للدولة السودانية، وبعد ذاك النقب ما قدرت تستغل الوضع عشان تأسس لدولة سودانية غالصة، ومشت بنفس سياسات المستعمر بل أضافت من عندها بعض الأشياء، وده بعد ذاك أفرزت تمرد في جنوب السودان مع بعد الاستقلال مباشرة، وبدت تمرد في دارفور عموما. فكرة مشكلة دارفور حاليا ودار مساليد عموما بدت بتسليح بعض المجموعات العربية. يعني احنا ما بنقدر نقول كل المجموعات العربية، وللأمانة والتاريخ في مجموعات عربية رفضت تشيل سلاح في دارفور، لكن صلحوا بعض أبناء المجموعات العربية وبدت بفكرة أنباغة، يعني زول ما مميز كان بدوم سلاح بطريقة عشوائي ومشى لفكرة الجنجبيل. وهس المسهر الكل لشبل الدولة هناك في دارفور هي مسهر يعني ممكن تقدر تسميه انه ما في اي سيطرة لحكومة او سلطة هاجمة. يعني كل الاحداث دي هي عبارة عن خطط ممنهجة لإضعاف حاليا عندها هدفين رئيسيين. الهدف الاول هو إضعاف المجتمعات اللي في مناطقها في موارد كبيرة جدا متمثلة في الذهب واليورانيوم والفدة والمياه العذبة، ودي عندها علاقة مرتبطة مع شركات دولية عبر الخلات يعني مخصصة في يعني سرقة موارد الشعوب الأفريقية تحديدا، ودي بتعمل كونترات مع الميليشيات بتاع الدولة. الهدف الثاني عندها علاقة بالتغيير الديمغرافي اللي اليوم الليلة مصرة على حتى الحكومة الانتقالية على أنه تبيد بعض المجموعات الأفريقية بحيث أنه تصهر مظاهر الدولة السودانية كدولة عربية وكده، نفس الأخلية بتاعت الهوية مربوطة. وبالتالي المشاكل اللي بتحصل الناس بيربطوها بجوانب قبلية. أنا افتكر الجوانب القبلية ما عندها علاقة بالجانب ده، لأنه المجتمعات دي إذا رجعنا لمية سنة لورا 80 سنة لورا كانوا متعايشين ومنسهرين ولحد يوم الليلة كمواطنين. يعني أنا أسي أقول لك أنه ناس دغانا الناس الواعيين والناس الجزريين والمثقفين من المجموعات العربية هم ذاته معانا في نفس الفكرة إننا كيف نتصالح ونتعايش مع بعض، مش في دارفور فقط، في كل أنحاء السودان. وبالتالي نفتكر إنه مسألة التعايش ممكن يكون موجود، لكن ما لم الحكومة يعني تنقي عن سياساتها الكلية بتاعت الدولة المركزية وتخلي الإشكالات التاريخية اللي هو مرتبط بها بمصالحها ما ممكن يكون في أي سلام في دارفور. يعني كافة شباب السودان نقدر نوعي المواطنين بسياسات الدولة. الدولة قاعدة تعمل شنو في دارفور، قاعدة تعمل شنو في جبال النوبة، قاعدة تعمل شنو في النيل الأزرق، قاعدة تعمل شنو في مناطق السودان كلها في الشمال في الوسط في أي حتة. نوعيهم أولا، ما لم المواطن يوعى ويعرف وما ينفس الأجندة بتاعت الدولة المركزية ده يعني إحنا كده بكون حسمنا الدولة المركزية، لأنه ما في آليات وما في أدوات بتنفذ له سياساته في دارفور ولا في جبال النوبة ولا في النيل الأزرق. أنا بفتكر إنه أي زول برتكب جريمة في دارفور باعتباره مجرم. المجرم ما عنده أي انتماء ولا موجود في أي مكان، الناس مفروض يحكموه. يعني أنا أخويا الليلة لو برتكب جريمة خطل مفروض أحاكمه في أي مكان. في جبل مون المجموعات المشت استباهت المنطقة معروفة بالنسبة للناس، والمجموعات الموجودة في جبل مون مجموعات مختلفة أكثر من 21 قبيلة، فكيف يكون في مشكلة قبلية يعني؟ فدي كلها مجموعات ونقب ارتبطت مسارها مع الدعم السري، ارتبطت مسارها مع الانقلابيين بشكل عام، فبقت ما عندها طريقة إلا تمشي في الخط الوضع الانقلابيين في مسارهم الأولية وتدافع عنهم بعيد من النقب والجماهير. الجانب الثاني الجانب بتاع المسؤولية. إذا قلت أنت المشكلة دي مشكلة قبلية، الدولة هل ما قادر تحمي مشكلة قبلية؟ تحمي المواطنين كيف؟ كيف تكون عندها سيادة وطنية؟ بياتو ميار. وبالتالي هنا بكل الدولة فقدت سيادتها، وبالتالي قتل المواطنين الأزل لا يمكن أنت تطلع من المسؤولية الجنائية والمسؤولية الأخلاقية من المجتمع الإقليمي والمحلي والدولي وتصف المشكلة بأنها مشكلة قبلية بين العرب والمساليب. الجانب بتاع الإدارات الأهلية،
ما ممكن الإدارات الأهلية كل مرة كل خطل واستباهة يجي يستبيه كل المنطقة اللي فيه 500 قبيلة قاعدين سوا يجي يقول لك أن إحنا عاملين صراع أو عاملين هدنة أو عاملين وقف عدائيات ما بين العرب والمساليك لمدة 6 شهور. أها بعد 6 شهور تاني تجددوا العدائيات تاني هتقتلوا الناس؟ إذن أنتوا ذاتكم مشاركين في السياسات بتاع قتل الناس. بتجي تقول لنا الإدارات الأهلية ما عندها حزب، أي رئيس جاء ماشي معه، الرئيس ده عنده سياسات دكتاتورية، أنت تمشي معه كيف؟ تمشي مع سياسات دكتاتورية وترضي شخص واحد مقابل المجتمع كله؟ لأن المبادرات زمان قبل 50 سنة ولا 60 سنة حسب التاريخ اللي قريناه كان رجال الإدارات الأهلية والناس اللي عندهم أعراف وقضايا بتاعت بيت التين وبيت الراكوبة وخيره كان بيتحل المشاكل كبيرة. لكن هسي لأنه ما في مصداقية، في فقدان بتاع ثقة، والإدارات الأهلية وكل الناس اللي بيتحركوا وفق مسالها. السلام، مطلوبات السلام اللي احنا بالنسبة لنا بيحتاج أول حاجة لخلق مناخ، أول شيء لخلق مناخ، ودي عندها علاقة بإعلان الثقة. يعني في مطلوبات بتاع الثقة، أول حاجة الدولة تكون صادقة، يعني تكون صادقة في إنه مفروض نتناقش مع المجموعات الحاملة سلة وزن قضايا بتاعت السودان، مش وزن مصالح بتاع حكومات أو أحزاب أو الحركات. وحتى الحركات المفروض تتفاوض، ما ممكن تتفاوض وزن مصالحها هي، لا، لازم تكون متفاوضة وزن مصالح السودان اللي بيحقق السودان كله. عشان كده سلام بتاع جوبا أو اتفاق جوبا جات ميت، لأنه الاتفاق اتبنى على شنو؟ مصالح النغب، بواسطة اتفاق ما بين رؤساء الحركات والسلطة القائمة سواء كان مع الدعم السري ولا الجيش. لكن ما عندها أي علاقة بالنازحين ولا اللاجئين ولا المواطنين ولا قضايا الدستور ولا القضايا الانتقالية ولا التعداد السكاني ولا قضايا التنمية، ما عندها أي علاقة بالكلام ده. عندها علاقة في إننا كيف نستمر في السلطة وبهاتوا عالية نستمر في السلطة. وبالتالي جوبا جاءت وقتلت أحلام الشباب اللي عندها علاقة بإنهم دارين يبنوا دولة سودانية عندها علاقة بالحرية والسلام والعدالة، اتحولها لدولة ديكتاتورية اتحالفت مع الأساكر لأنه دي هدف الرئيسية. النقطة الثانية اللي أنا دار أتكلم فيها هنا في الجانب ده هي نفس القضايا المطروحة في كل الاتفاقيات حاليا، هي نفس القضايا بتاعت الجيل، نفس قضايا الجيل. فالجيل الحسي اتكلم ودعم، وأول ناس مرقوا وخاطبوا وعملوا مواكب على أساس إنه بيطالبوا بالسلام وين السلام وين، لكن اتغزلوا وندموا إنه كانوا طالبوا بسلام جوبا، وجوبا جات لأنه هتمت أعمالهم ورجعتهم في المربع بتاع الدكتاتورية، وهاربت أحلامهم اللي كان بيحلموا به في إنه يكون في سودان حر ديمقراطي هم بيتمتعوا به كأبناء الشعب السوداني والجيل الجديد. يعني كل المعاناة الهسي قاعدة في دارفور بسبب التمرد الحسن، المفروض يحقق أهداف الشعب السوداني كلها، ما أهداف بتاع ناس ولا أفراد، لكن هم جاء ينكفوا وجو دخلوا السلطة، بل إنما السلطة البسيطة بتاعت الدولة المدنية واللي ناس يتمتعوا بها خلال السنتين الماضية. يعني كل السودانيين حسوا بإنه كان في حرية حقيقية، هم بتحركوا بعملوا مناشطهم الثورية والثقافية والفكرية، وجو وطوالي سرعان ما اتحالفوا مع الأساكر وعطلوا المسألة دي تماما، نامل على توقيع السودانيين كلهم بحيث ما نفقد دار مساليت، لأنه الآن عندها وثيقة بتاعت اتفاقيات بلاني ممكن تنفصل في أي وقت. يعني وممكن جبال النوبة تطالب بحق تقرير المسير، والشمال ممكن يطالب بحق تقرير المسير، وبالتالي السودان يتجزى إلى دويلات مختلفة ويصل لعشرة دولة ولا 15 دولة. وده نحن ما دارين نكجيب، دارين نحافظ على السودان ده دولة موحدة، دولة ذات سيادة، زي ما حصل يوم من الأيام في شمال السودان عندما يعني أصحاب النغب دي مشوا عملوا سدود قاتلة لأهلنا في الشمال، سد السدال وكجبار وسد الشريك. يعني هنا كنا في تجمع الروابط، روابط طلاب دارفور، أول ناس وقفنا لأنه بنفتكر إنه الشمال دولتنا ووطننا وعرضنا بندافع عنها، ما لأنه الحاجة تتوزع جغرافية وتدافع لأسرتك وقبيلتك واوا إلى ذلك، لا، السودان ده كلنا كلها أرضنا، شغالين ليل ونهار في انهم يفتتوا قوى الثوره، شغالين ليل ونهار في انهم يجزوا قوى الثوره، شغالين ليل ونهار وبيدفعوا اموال طائله وثقيله جدا في انهم يفرتقوا قوى الثوره، لانه دي ده الجيل الوحيد اللي يمكن عليه متناسل القبليه، متناسل الطائفيه، متناسل الارقيه، جيل بيحلم بسودان
حر ديمقراطي فيه تحول مدني سلمي فيه ممارسة بتاع الديمقراطية حقيقية في تداول سلمي للسلطة والثروة.